قناة الدراما المغربية. لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما. لقاء إذاعي متنوع من 6 حتى 9. تحية طيبة لكل سادة المستمعين، مرحبا بكم جميعا على أمواج الإذاعة الوطنية التي ترافقكم يوميا طوال 24 ساعة على 24 ساعة. سعداء بلقائكم مستمعين. صباح النور. صباح الجميل الذي يطل علينا بأنواره الخافتة. يفتح يرزق يميسرك ويرزق. صباح الخير الحاج. اهلا دكتور، بركة عليا الوالد من هاد كلمة دكتور، راه ولات كتعقدني. دكتور جات معاك الهم همي، انا اللي كلمت الحاج ما مواتيانيش. واه لا يحرمني الوالد حتى نوصلك انت والوالدة لذاك المقام. الله يرضي عليك اوليدي، الله يرضي عليك ويكون منك. ولي غاري يا الهادي بن عيسى العطفة، ولي غاري يا الشيخ الكامل العطفة، ولي غاري يا سيدي هلي بن حمدوش. قول لي واحد الوالدة مازال ناعسة؟ مازال ناعسة. سير حتى انت تنعس دابا وترتاح، راه الليل كله انت واقف على رجليك. سير وليدي. يا عبدلي اجي ولدي اجي، هاد الخدمه الليل ما غتساليش دغيا. واه حنا مازال شادينها الوالد، بقى لي والو نسالي. ودوك الرسائل اللي كتبتي لدوك الخديمات ما جاوبك تحت فيهم؟ ومازال ما جاوبوني، ولكن احنا معدين حتى يحن الله. لا تقطع رجع، رحمه ربي كبيره. سير وليدي ترتاح. يحن يحن الكريم سبحانه. مالها السلعه ناقصه؟ يا قلتي لنا نقصوا شي حاجه ديال السلعه باش تجي السلعه اخرى ديال الدار البيضاء. ايه اسبانيا اختي هنيه. اشتر البيصار بحال ديما. يا البيصار يا محمد طيبك زاد فيك الزيت يا البيصار. يا البيصار دجاج مسكين. الله يرحمك الوالدين، الى ما صوبي لي شي كيكات تكون مع الكعك. صافي با راه السلعه وصلت للحاج الغالي، راه كيسلم عليك وصيفط لك هاد الشيك الى كاسيدي الخلاص ديال السلعه القديمه. اييه هاي. شوف رد بالك مزيان المحل خرج، وبحال القاعدة كنا شرا في بلاصتو كبيرة والصغيرة تقيد. أنا غنمشي نشوف الهاشمي نتحاسب معاه. صافي تكون هاني الولد، وغير بشوية عليك. أجي طار. نعم. شوف أنا غادي نخرج، ما تخرج ما تبيع حتى شي حاجه. اللي جا قول ليه يرجع من هنا ساعه. صافي ما تبيع ما تخرج حتى شي حاجه ترجع. ونهاني. يلا اختي هنيه. مسموح؟ مسموح. وهادي؟ الا صباح القشطه يا كابتن. صباح النور يا خوخي. يا ربي صار. هيا هيا واش كبير هذا الاخريته صحه. ما عطاك الصحه الله يخلف على الجواد. اش بغا هذا؟ عاوتاني الدكيكه بحال ديما. ايوا الجار الجار رحمه. سيري يا الحمقى، هو يبات خدام زهران كيغني في الكباريات ويجمع الفلوس وانت صرفي عليه. دخلنا عليك والله، واش ما عطى عليه السيفه ديال الفلوس؟ واش عمرك كنت تخلع الزغبيره؟ قاتله غير الوحدانيه. الوحدانيه والقلوب المعميه. ايوا الله يجعلني نتاق يا اختي الحبيبه. صار ومحضر راجلك فيك يا اختي اللي فيك ما هناك. راجلنا وهدي يوم من كرمان تما الطوم الجول. هاجوج كيسان. السلام عليكم. اهلا الحاج. السلام عليكم. شخبارك؟ لاباس كيف داير انت؟ ماشي لاباس، على سلامتي الحاج. الله يسلمك يا ولدي. اش الشرب الحاج؟ كاس الماء.
سيد الحاج هالحسيبه بسم الله وهالتقيده بارك الله وتبارك الله عليك الكبيره والصغيره كتقيده ماشي بحال ولدي ديما حسابو نقص الله يهديك يا سيد الحاج يجي باقي صغير اش من صغير قدو في البقر ما يطيب على الاقل اللي ما كاينش دابا يدير عقلو ان شاء الله الرحمن الرحيم ويكون سيد الرجال ضحيان والفقوصة من الصغر كتعواج انا اللي غادي يبقى فيا وهذاك الرزيق اللي تعبت عليه حياتي كلها من بعد الموت غيمشي كلشي بالحرام لا والحاج طول العمر ان شاء الله غير كان دعي له بالهدايه هادشي كلهم الفشوج ديال المرحوم امه خرج الارض لا قرايه لا صنعه حتى التجاره ما في الدوش انا ما متفقش معك الحاج الحاجه طامو الله يوليها برحمه الله نعم المراه امراه ونص وما دارت معاه غير الواجب الله يرحمها الله يفكرنا في الشهاده خصني نوض نمشي قبل ما تسد عليا البنك كنحس بك حنينه عليا اختي عتيقه عرفتي كنتمنى النهار اللي دوي فيه تقولي لي شنو في قلبك هذاك النهار غادي يكون عيد ياك لطيف بصح يا ربي يخليكم ليا يا ربي امين انا غراب يا ما قلتني انا ونضل اصل وانت عارفني عايش عيش الاصل وانت عارفني والله صاحبي ولا عملنا الاصل ما بقيتيش عارفني اشكون استاذ بولبول لا اشمي هذا ازيد زيد راه المحلول ازيد تفضل هاي 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 ونهار كبير هذا سمعت النغمات الموسيقيه وانا نجيب لي اللي تبتوا لي جرك النقط اش ندير النغمه يلا اسيدي ياك بخير اسيدي الحمد لله جيتي جبرتيني في الاوج ديال النشاط ديال القناه ديالي الف حل اليوم ولدي غيتوحل هيا العقبال ديبو سلوكي وهاد المياه شات راه ولدي راه كل الفلوس الا باغي ينسى كل الفلوس عاود لك راه الكلام انت كتقمر ولا كتخبط قلت له ضرارة كرطاسو لا مش لا ما لعبوا معنا صاحبي لعبوا معنا بجوج كل الفلوس هما اللي باتوا واش هذا تقمر هذا حلي ودنك وشنو غادي نسمعك يا سيدي لا تقل للمغني غني حتى يطربك ودابا قل لي وكان شنو نسمعك اللي بغيتي اطربني ولا تضربني وحل ودنك الورد جميل ونعم جميل الورد الورد جميل ولوه أوراق عليها دليل من الأشواق يكون معنا وصانه قريب إذا أهدى الورد حبيب لحبيب يكون معنا وصانه قريب شوف الزهر بقى وتعلم ويتعلم شوف الزهر بقى وتعلم ويتعلم بين الحبايب يعرف يتكلم شوف 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 الزهور الزهور شوف شوف وتعلم يا سلام طرب أصيل نعم سيدي وش رب ذاتي أزيدين ولا نايدين أنا زايد معك تلف جرقة بلاتي بلاتي مازال نساليناش إبراهيم إبراهيم اش كاين ودارني مش حاجه راه تلعب على حسابي
طلع عليا صاحبي سريع عجل غير سلفني شي حاجه ترد لك سليشاك قبلاتي بلاتي غمزال مثلا نوبتي انا واسر بينا انا ما جايبش معايا الكارنيه ديالك راه ورقه ورقه نسيني الكار انا ورقه نسيني قمر لي صافي الوقت وصافي صاحبي تلقى شتي هذا الراديو هذا لو يتكلم غادي يحكيش من انغام خرجت منه وش من المطربين فين الناس كي هذاك الراديو فين فين مي هذا القمر الاحمر يا سلام وقل لي من صدى وخان وحبيب العمر الله الله واخر وحبيباتي ويا شراعا ملهماتي يا سلام فين دكالي وبالخيار وفينك يا القمر يا داك الغياط وفين 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 الله يهديك معطي هذا الزمان وهذا الزمان اخر الإيقاع فعلا جميل جدا ولدك مصيبة إن شاء الله ما فيها لا حنين ولا رحيم انت سبب هذا البلاد كله خليتك الله خليتك الله خليتك الله واش بيتك تحلمي بيا ولا طلعت لك في البران حسبي الله ولا من واكل فيك حسبي الله ولا من واكل فيك حسبي الله ونعم الواكل Bonjour, Mr. Jacques. Oh, papillon. Comment tu vas, mon cher ami? Bueno, bueno, Mr. Jacques. صباح الخير هادي ربي عويك ويلي رحمة مالك ياك لاباس الله عليا يا خويتي دبر بنا عبد باي صوتنا ويلي شكون صوتك وريه لي الله تنوريه العيالات علاش قادات تقداش عليها قيمة ما تقداش عليها ايوا تانتي يا ربي كبير ما كيسد باب حتى كيحلو بيبان يا حول لا باس ام رحمه عافيكم الدراري سلموا يلاه مشى الحال لا حول لا حول ماشي عوايدك اش واقع خلي تقدم عنده مستر جاك ايه رحمه مالها كوا رحمه بروبليم Non, non, s'il te plaît, ne parle plus de Rahma. Sa fille, c'est fini. C'est une bonne à rien. Rabbi kbir yebit hafchan wa yṣbaḥ hafchan. Wa huwa 'azim ash-shan. Wa safi. Ya klabas. Akid imou volé. Non, pas volé. Mais il faut me chercher une autre tiyaba. Allô, maallem. Moujoud. Ana ghir hna hdak. تيت سويت غمض عينيك وحلها قالي قدامك مستر جاك لو ترافاي ابل او رفوار ابراهيم بلاشيز ان اوبلي با لو تيابا لا تيابا صافي اوكي ما تخافيش ما تخافيش بنتي ما تخافيش حبيبتي ما تخافيش بنتي ربي كبير رزق على الله تخافيش حبيبي ما تخافيش انا غير جيت بكري باش خفت عليك وتقيت بوحديتك صغير هاد السنان غدار شبه فينا يا الشافعية المتعالي الصلاة والسلام النبي المختار سيدنا محمد كنزي وراس مالي أمي أنا غادة شوفي دوزي عند أختك نجات وقول لها قالت لك أمي أعطينا باش نتقدى ولا يرضي عليك واخا صافي يلا
سلامة. عجبك المصيبه عندي هنا ثاني؟ لا ما تبقاي ديري لي هذه الحاله، راك هما امي اللي مسيفطاني عندك كاع ما نتبعك. ما غاديش تخليني نخدم على راسي ولا شنو؟ تلقى بالزربه اش باغيه؟ الباترون راها هنا لطيفه، ولا جات وقاتني خاويه بلاصتي راها قفرت عليا اليوم. امي يجر عليها النصراني وما خلصهاش، بغاتك تعطيها باش تتقدى اليوم. يا ربي جدرت تحت منك يا ربي، قاتوني غير بعطينا عطينا عطينا. واخا لالا خليني غير هنا انا جايه، ما تحركيش. يلا سيري. هاب سي احمد يا سيدي شطلي مع راسك. هات يلا فريات بتت. هات العشيه على شاه على حسابك صافي يا سيدي يلا تبقى على خاطرك يلا. هكا لالا هادشي اللي جابو الله من عند واحد الكلبي انا ها نتوما ديتو 50 درهم ناري شحال فيك الهضره. سلام سلام واش لاباس دخل قج عند الدار في المساج غدا ان شاء الله نسبك نشوف كل عام ديال ان شاء الله ان شاء الله غدا ان شاء الله باي باي ميرسي بوكو باي باي. حسن نقول لك جوج هضرات هاك ورا في المال شريك عطيني رزقي بغيتو يبات عندي انا شويه مات ما كتشوفش. اسمحي لي مادموزيل الزين معنا هنا في الكلاب سلي وماشي معك الزين مادموزيل مادموزيل سيت بلي واحد الدقيقه عافاك سير نتاع الحيمه جيب لي البراز ديالي وانت هاك سير الفران جيب لي الخبز شوف وقول لي قالكم من الله وحرتي بحال الباب تتوريكو جاب المرايه يلا طيب دغيا ما تعطلش. وي با حسن فينك؟ يلا انا نجي عندك انا من نص ساعه نص ساعه نكون عندك يلا حبيبي انا عندك. هذا حسن واحد الصاحب ديالي هاكو عنده واحد الشركه ديال الانتاج فنيه عرفتي نهار باش تنوي زعما تبغي ديري فن او تغني او لا راه هو اللي غيفتح لك بيبان الشهره. الله تي انا باغا ندخل زعما اللي دار فني اي وقت مرحبا بصح والله ما يقول لي لا سو فهمتي. هات اخويا خلي لك الصرا حبيبه اه هاك باش تشدي الطاكسي لانه دابا حسن كيتسنى لي ما نقدرش نوصل لك. نو انت مالك صحابك انا من هذوك البنات. اعوذ بالله لك يا حبيبه كتفهميني غلط. دابا انا كنحس براسي بحال اللي كنعرفك هادي سنين حتى علاش درت معاك هاد لو جيست زينة سبحان الله جاني نفس الاحساس. ويا هي غدا نشوفك على مع السته سي بون يلا نخليك انا حسن كيتسنى يلا باي باي. تبارك الله على عزيز الدوار فين كنتي غاسله حتى لدابا؟ راه خرجت مع 12 وعطانا استاذ ديال سيونس بحت مشيت صايبتو ودخلت مع جوج يلا سالي دابا. وعلاش ما جيتش تصاوب هذه بحتي وحده الدار وتجيب لي السخره اللي وصيتك عليها؟ راه حيت هذاك اش هذاك طلعي فلوس يلا هذه لعبات اختك تسناي ها ويلي شحال هادشي هذا؟ كيف كانت مصغوبه؟ علاش شيطان امي تسناي هادي لقيت الباب في السيبر ملي كنا خارجين وجايه زعما فرحانه باش نعطيها لك هانتي خوديها. اه حياني وانا نثق بك. تسناي امي تسناي ها هي ديال اختي نجات اللي عطاتك 50 درهم قالك هي اللي عندها. الله يا بنتي جبتيها في وقتها الله يرضي عليك حتى انا كنت كنخمم في داك البيسر اش غنقول ليه. دابا عرفتي انت اش غتعملي؟ غتعملي حاجه وحده غديها في قرايتك حتى تولي طبيبه كيبغى باك الله يرحمه وديك الساعات الا وليتي طبيبه برينا. ودابا خليني نمشي نتقدق ما يشدو عليا الحوانت. واخ طبيبه قالك اختي عتيقه لاباس ما تيقتينيش لقيت حتى الباب السبير
تهضر بصح. إذن يا في حالة حجاب تبقى طالب في صدر واحد سفرت عن إسرائيل في يمين ومصر الحرس المدن تشمل ركماني بمليون في جزيرة بالما دي ويدور. الإدارة وردت اليوم من العاهل الإسباني والرئيس الفرنسي غادت هذه العملية التي تحقق بها الحركة الباسكية منذ 50 عاما قضت على أرحمة فيما يذهب بعض المحللين إلى أن أرحمة سيدي مساء الخير يا بنتي. عاش من وراك. سيدي انا موجوده سيدي غير اسمح لي تعطلت عليك بالكره 3 شهور غير الظروف وصافي. لا لا عليك الشيطان شكون هضر معك على شي كره غير جاتني شي حبره و... صافي صافي فراسي داك الملو كمان نصراني سيدي اللي كنت خدامه عنده خرجني وكل لي رزقي كله كلشي شنو دوز عليا. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وزعما كيقولوا النصارى معقولين يعني يا سيدي في الاول معقول الله يهديك. شوف رحمه الى ضحك البخيل عند الكريم تبات. هذيك السيده اللي كانت مقابلاني انا ومجيد جاتها شي كونترول على برا وراها مشات تخدم وعلاش ما تبلاصيهاش والله مني نعرفو احسن مني ما نعرفو. انا سيد الحاج الله يكسر خيرك. استغفر الله. الله يخليك صحتك سيدي الحاج. بارك منك صافي هذاك الملف وهذيك المسائل كلها فراسي. غادي تمشي تريحي مع راسك ويصبح ويفتح ما يكون غير خير. الله يكثر خيرك سيدي الحاج. الله يكثر خيرك. الله ربي كبير وبنادم صغير. واش هادشي اللي ولا؟ اشنو هذا؟ ولاد الحاج احمد مالهم؟ يا ماشي تما باعوا الرياض ديالهم للنصارى. اويلي وهادو راه بغاو يحمقوا عباد الله. واش الرياض اللي ما تيسواش حتى 60 مليون تعطوهم فيه 100 مليون؟ والله الا خرجناهم من البيبان دخلوا لنا من السراجم هذا هو الطمع تاعهم. ولا جيتي للحق العيب في دياولنا اللي تيبيعوا ارضهم وديورهم للمنواله. ايوا علاش ويلي فكرتيني سربي 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 باش تبعني العشاء ديال سيد العربي. الله يكثر مثالو حبيب الفقراء مقصل أهلي أخطي علينا وخلاص. يا قدير يا قدير أرفع هاد القصدير وكشف هاد الحقير ما بقات قده الأرض بغى يطير. يا قدير يا قدير بقينا مبروك علينا جميع أولا لا الله يكمل بخير. آمين. يا قول لي فوقاش غيجي نصراني يشوف الرياض؟ أسيدي أقرب مناسبة إنما حضر لي البينغا. الله يهديك كل شيء موجود. ها غير بان بانو وبهش وعندك تهز شفتي جاك شي 7 ولا 8 ديال صحاب كلهم بغاو يشوفوا الرياضات قالك اسيدي بغاو يديروا حومتهم هنا. وعلاش لا؟ لا بس عليكم كيف درتو؟ الحمد لله يطول الله. انا ما فراشكش هذا المحل راه غادي يبنيو عماره هذا المحل. اه هي يديروا فاطمه ولكن هذا المحل راه نحبس. حبس؟ آه. يا حسن انت غادي يحبسوا عليك. ويلي والله سيدي نسالي هادشي. شي حاجه ناقصه البابيون. بلا بابيون انا ماشي بابيون. الرواقل في الشواكل. نوض على سلامتك. شكون كيداير قدك؟ كان طرا مازال لاعبين فيها حنا صاحبي. السين فين داز البابيون ديالي؟ راه في الكوزينه كيزمم. واحد تيزمم واحد تيخمم على نور مصمص الكارطه وخلينا نلعبو.
كارت بروليه ياك الشكوره اللي عندك ما عند الطبيب ياك ديما تنقول لك تنعيو ما نقول لكم بان هادشي تيتسرى غير في الاول ديال العام وقيلا توحشتو السلطه يلا نوض نوض تضربوا عليا زلايفكم مزيان خليها في العقل مالكم تاني واش حماقيتي غواتك وصلت حتى للكوزينه لا لا شديهم عليا شديهم عليا بلا تساره ولا راه غادي نوض نخرج ليهم الوجه مالاش داتان صافي وليدي غير تخلصني مدام فيرين شري لوليدي ساكادو سير عطيك الرضا غتعطلو على المدرسه الله يستر ما عرفاش غدير بهاد الفلوس اللي قاسو كتجمع وانا ولادك مكرفصين والله ما تدي عليا دركم كيحت نهرسو داكشي فاش فالح غفل عصا غبرت تعيا وهادشي اللي كناخذو منك اما شغل الرجال كاع ما كتقد عليه طلق مني بعد مني عرفتي يا يوسف غير كندخل لابيست كلشي كيوقف يتفرج ويصفق بحال الا دخلت ساميه جمال ساميه جمال قولي سمو الجمال ربي عطاك كلشي كامل مكمول والله وشوف المنتجين حتى تشتتوا عليك بحال الشتا عندك غير تولي ستار وكاع ما تعقلي على خوك يوسف بركة عليا حتى انت كتبقى تخليني نحلم وانا فايقه كتقتلني بالكلام الحلو والله الا لو ديري ديفيد حتى تشهري قولي غا واخا وتشوفي والله حتى تشوفي بعينك ما خليتي ليا ما نقول وما نقدرش نقول لا للحبيب ديالي امات هكا انا بغيك غير تبيع حبيبك يوسف وغتشوفي الا عمرك ما شفتيه حبيبي قرب شوفي لهي يا ربي الله الله على عوينتي المسخوط الاخر كان غير يخليني بلا عينين يلي شافت بنينه يقول هاي شطاين وانت مسير لي الدار ها التصويره غبرت تغبر واجي بان لك انا خلي لي دابوله انا بغيت تهضر بي صلط عليك ثلاثه جوج يشدوك واحد يخلي ضربوك انا بغيتهم يطيروا لك الطبل بالسطن انا بغيتك تكون بارود وورد عافيه في ما حطيتي رجلك طير يا ربي تاخذ حقي يا ربي تاخذ حقي يا ربي تاخذ حقي هوب فتاني دابا توحشتك بزاف حتى انا توحشتك وراش في الرياض مانا عليا نشوف وراك عارف عبد الكريم عطى الله البرقاقه غير تقاد الامور نجي كنجري نخطبك هذيك الساعه نبقى نشوفك نهار على نهار 24 ساعه على 24 احياني يا عبد الكريم ما بين ليش غادي تكاد الله يسهل عليه دريوش ولكن مسكين ما يسهل شي خدمه العسه الله رحمه من عليه الشيطان الى انا خدمت العسه ولدي راه بحالو بحال البوليسي قال مساكم العيالات مسا الخير رقيه وفين هاد الغبره ياك ما كان عندك شي بريكول مخبيه علينا ما خاصناش نضحكوا على راسنا عبد الكريم غير من النهار اللي خديتي الدكتوره في الاقتصاد اليومين هذا شحال من كونكور دوزتي ها شحال طلب كتبتي حمر شي حد ما اداها فيك صافي نجا صافي حبيبه ماشي وقت هاد الهضره دابا صافي ما تقلقيش العمر كيجري عبد الكريم حنا مازال ما درنا والو يا ربي رقيه اكيد ما لقاوشك علينا ما لعينك رقيه والو ما عليك المسخوط ديال دريس وعلاش ضربك ايوا كيقلب على الصبه باش يهرب من المصروف عيب عليه عيب عليه كيغبر شهرين و 3 شهور
وملي يجي يشوف ولادو ويطلع عليهم كاين ولد الصداع. انت كتشوفي هادي عام باش خدم اساس داك لوزين، غير عطاوه السكنه هزيتي راجل وحطيتي راجل. العجب العجب، شكون يقول داك دريسي ولي هكذا؟ كان راجل داخل سوق راسو ودرويش وحاضي غير وليداتو. ما عرفتش اش بدلو دابا، الا ما ضربت التمر وضربت الجفاف ما ناكلش انا وليداتي. وعليك بالصبر يا الحبيبه، حتى يرد به الله. ربي كبير، والله ياخذ الحق في الظالم. وي على ما فهمتش لي مره الكرة. الحاج نضرة على العشاء واجد. كريم كريم واخا امي هاني جاي. شكو راه ولدي كي دايره نتوما شنو دابا؟ عطيكم واحد الزيرو هاد الثاني جاي في الطاق وقيل احنا نشوفو. ها شو لي باس؟ شو 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 هذاك الباس هذاك اللي عندكم؟ شو 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 رجع كامل عوج شنو؟ الطاجين بارد هذا الرحمة زعما الله يهديها وصافي. أنا بغيتو بارد. يا الله بسم الله. ما فيا منك ولا مهم؟ لا غتاكل واش غتخدم بالجمعة؟ وراه مشيت تعشي تنمشي نعس في الخدمة. لا حول ولا قوة إلا بالله. خويا شي كازا تاخو. وانا عارف بانك تطلع فيك، ولكن اللي ما كيعجبنيش انك مخليهم تيبقشوا لنا في الركاني ديالنا كيما ما بغاو. انا عليك الشيطان ولدي من الهضره الخاويه. رحمه راه عايشه معنا سنين هادي لحياه امك الله يرحمها. ورا سير اخويا. جاز وزيرة كيف نديرو؟ ولا 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 على بيت. اسكت 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 وزيرة ستوري هذا يسير روحو. الله يسهل عليك في شي خديمة اللي تستاهلها تجي معاك وقول امين. امين الناس يعفو عليا الله من ديك الخدمة الوقوف. ايوا راني جبت لك الشيوات اللي كيعجبوك. ايه ايوا هكذا نبغيك دار ذلك. شوف ما تنساش ولدي وانت دايز الله يرضى عليك عيط لاختك. المهم كي مصدع راسك باختي راه تلقاها مشطوره مع ولادها. اش مصدع راسي راه مده ما عيطات. صافي صافي دابا نمشيو نعيط ليها. واقيلا غنزيد نعجبك، راني جايب لك اخبار واحد البيعه وشريه دايزها الكلام. ايه سمعنا. اش دارت لك تبيع الرياض وبثمن عمرك ما حلمتي به؟ وبشحال؟ 500 مليون وموجوده حب. شكون هاد الشاري؟ فرنساوي وقال لك اسيدي باغي يردها 5 ايطوال ويقدر يخلصك بالاورو الى انت باغي. وشكون ورا الدار ديالنا؟ ورا المشكل انا عمرو ما شاف الدار غير الناس وصفوا ليه الرياض والسيد بغى يحمق عليه كاع بغى يحمق.
تبارك الله سيدي، لو بغي حماق عليه تبارك الله. ومشي انا راه تعطلت. واخا واجي بعدا هاك سمع. عاود معد راسك. لا ولدي دي باش تعاون. يلا سير. ايوا صبحي على خير امي. صباح الخير امي. سلامة. الله يعرض لك الخير، الله يفتح لك بيبان الخير. ايوا هاد الجيران وهاد الناس اللي انا كنديرو معاهم نطيح هاديك الحاج. راه الا عطيتيهم واحد جوج المليون لواحد وغادي يخرجوا فرحانين. تبارك الله عليك، كلشي فكرتي فيه. ايوا كي جاتك هاد البيعه وشريا؟ لا تبارك الله ما عندي ما نسالك. انا والله الا قلت غتعجبك ملي سمعت الثمن قلت خصني نوصل لك هاد الخبر. عرفتي اش غدير اولدي؟ كمل الماكله ونوض تودا وصلي واحد جوج ركعات يغفر لك الله هادشي اللي خوتي. وعليكم السلام. هاك سيدي السلطات ديالك. ياك والو باس. دوك الجيران ما يسكن معاهم حد. اهلا باب جيد. كي داير ابراهيم؟ ملي شفتك كلشي مزيان. نوض نوض جيب الكاس ديال اتاي وشيكارو، راني ما كامل من الصباح. هي اللي ما تعاودش. أثقة؟ مالك بنيتي مالك؟ مالك يا حبيبي غضبان عليا؟ هضري معايا جاوبيني قولي شنو في قلبك. لا قولي لها كلمة من هذا صعب. انا عارف شنو اش كتخافي واش كتفكر يا ولدي. ما تخافيش يا بنيتي ما تديش على ولاد على ولاد الجيران ولاد الجيران ولاد الجيران ما تديش عليهم. باغي كيخرفوها كيقولي شكلهم خاوي. يا كنتي متبعة الطبيب ياك انا بنتي كنخدم عليك لون نهار جسمي لا دري معايا سبعين جوج كلمات ولقيت الواليد على سبا خلاص ملي سمع الثمن داخل. برافو عليك. كيفاش برافو عليك؟ هو طلع البينك. اش من بينك؟ ايه والجعبه ديالي بغيت تنكرني وملي نشدو العاقه من عند الفرنساوي نهيب عليك. والخدمه هادي معاك ورايا طلع شي حاجه باش نديبانيت نهار راني ناشف. مشيت فين هو الكاروتي؟ غادي يوصل غدا؟ اتاي واش حسك دايرين اتاي في القراعي؟ وهادي راه الزيزوا الزيزوا. صافي ما تقلقش. احمر وفين هذا تاي الكارو؟ هادي جاي. شوفي فيا نخدم عليك طول عمري يا حبيبتي طول عمري نخدم عليك. ما نخدمك وربي سبحانه وتعالى ما يخدمك كبير يا حبيب ما تولي كيف كنت. بعد العمارة كل هذه لكن استحق هادشي اللي عطا الله. هادشي اللي زاد الله يعينك. صافي هاديك الطبلة اللي سمعت. السلام الوليد. أهلا.
الحمد لله اللي لقيتك. ياك لاباس؟ اش واقع؟ لا 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 والو، باس غير عندي ليك واحد الخبر غادي يفرحك. الله يسمعنا خير. عيطوا لي واحد الشريف قال لك اسيدي غدا ندوز لونطروتي. وا سيدي مبارك مسعود، هذا نهار كبير هذا ولدي. مبارك مسعود. الله يخطيك عليا الواليد، الله يطول عمرك الواليد. يا جات على خاطرك شي 200 درهم عرفتي بغيت نشري قميجة قوم جلي عندي كاع مناقين. ها هي ولدي، هي اللي كاينه، حلال عليك. الله يخطيك عليا وادعي دعي يسهل الله في هذيك الخدمه. شوف ولدي، انت مرضي الوالدين وعمر ربي ما يخيبك، توكل على الله. بغيت مكتب لك شي حاجه راه توصلك حتى بين يديك. امين الحاج، وهو ذا الحاج. خليتك بسلامه. الحاج وعلاش لا؟ جاكم الجوع؟ السلام عليكم. فين كنت يا لالا؟ فين كنت؟ يا قلت لك غنمشي نحفظ مع صاحبتي ابتسام في دارهم. دابا شويه وجاوبيني فين كنتي؟ الله يهديك امي، راه الباك هذا، ولا بغيتيني نولي طبيبه راه خاصني نجيب 17 في المعدل، وباش نجيب 17 في المعدل راه خاصني الكتوبه. وملي كنقول لكم عطاوني نشري الكتوبه كتقولي ما عندي، شنو بغيتيني ندير؟ براكه من السينما. ويلا كتب كاع ولاتي ها الطبيبه راه غير راسك ماشي شي حاجه. دابا انت مالكي سوق في هذا الشيء؟ اختي عتيقه اللي خاصها تبقى تهضر معايا. وما تصدعونيش، هاي معلو مني ما تصدعونيش. ما تصدعونيش، شتي هاد البسله ديالك راكي زدتي فيه. انت هي اللي باسله في هاد الساعه. واش هادي ساعه ديال الدخول؟ انتي سوقك براكه. هو تا الوالد اللحظه التامليه قول لي ياك ما محتاج شي حاجه اخرى نقضي. انت غادي نخرج ديال مع صحابي ونقدر نتعطل شويه. رشيد عبد الرحمن العبيدي. عيط لي على الهاشمي. محاضر جامعة القاضي عياض بمراكش قسم اللغة العربية. الهاشمي ها اجا عطاك من الوالد. السلام عليكم. عليكم السلام. بغيتيني الحاج؟ يا بسم الله. من علوم اللغة في الدراسات اللغوية. هكذا كاد الولد دابا يدير عقله يصبر عليه شوية. إلى أن نشأة النحو كانت حياني يا السي الهاشمي. وأن أهل الرأي الصبر كيكبر لهم هذا الخطر. وهذا الولد أهل العلم على وضع ما زايد غير في الحماق. حماق الشباب هو هذاك، لا تديش عليه. في نظري بسم الله مفصلة تلقونها على هذا. إذا بغيتي يتغزم ويكون راجل قرقب عليه تزوجو. يكون بغي يكون الناس تخلي عبدالله. ودي ودي لي هذاك السيف. ياخ شادريها فيك الكارو أمي وصاحبتي وبا وصلوني بالطوموبيل. هو كما قالوا شنو بغيتي نقول لي؟ توا ما تكميش صاحبتك وباها. نوضي 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 عليا تخبي لي حوايجك بلا تعشاي. نوضي راه تقعدي دب يحصل يحصل بنيتي. انت ديها غير في راسك وفي عبد الكريم ديالك كتفهمي؟ نوضي 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 تقعدي سكتي. الويل راه على هذا الحساب ما بقالك غير تزعيلو بالهدايه من عند الباري تعالى. الله يهديه على عقله. هاشمي بغيت نوصيك بحال القاعدة، ما غادي نسافر نمشى حتى داز عندك القهوة اياك تعطي شي سنتيم. كون هاني الحاج، راك بحالي لا حاضر او كتر. وشحال ناوي تغيب ان شاء الله؟ واحد الخمس ايام صافي. هذا وكان يا سيدي بصحتك نزاتك دم واللحم وجبيران العظم. ما عندي ما نسالك كتنطق الحكمة. يحن يحن الباري سبحانه. الهاشمي جبد الكتاب وجي نتحاسبه.
تقول بعدا غير السلام عليكم. الهضرة ما كتشري خضرة، تلقى راسك وريناش تما. اسمع ولدي مجيد، ما حد الوالد باك باقي على قيد الحياة الله يطول عمره، أنا عمري ما نتحاسب معاك أنت. بارك الله. وشي باغي ورد الدار وشي باغي ورد القهوة، واش اللي فاق فيكم كري باغي يحكم ولا شنو؟ دير عقلك ولدي، من الأحسن بدل ساعة أخرى. ياه وليتي أنت كتهضر معايا بحال هكا. واخا سيدي أنا غادي نمشي، وعند الفورة يبان الحساب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Vous avez vu? Ça, c'est le rôle du riad. Entrez, entrez. Oh. Ici, c'est la chambre de mon père. يا صباح الخير يا اللي معانا يا اللي معانا الكروان غنى وصحانا وصحانا يا صباح الخير يا اللي معانا. وش عندنا الحلقة؟ يلا كله يدخل الغار ديالو. الله يرحم من زار وخفف. مرحبا، نهار كبير هذا. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يسهل علينا وعليك. اش كديروا؟ خرجوا علينا. باغي انت حنا نكريو. قلت لك سير شوف ليك في الحومات الجداد. اخويا عاد تزوجنا، بغينا شي بريط من بين نعيشوا حياتنا. تبارك الله تبارك الله، الله يكمل بخير. الله يبارك فيك سيدي. اسي حساب راسك راه مرت الراجل هذه. قلت لك المدينه القديمه ما بقاش فيها الكره، صافي سالينا. بغينا نكريو. قلت لك خرجوا علينا. باغي نكريو، باغي نديرو ولادنا، باغي نعيشو. سير دير ولادك في شي قفز يلاه بعد مني. ديرهم في شي قفز؟ إيوا ديرهم حتى يا القرع في القفز، يا في الروز، يا عرة الرجال، يا الموسخ. أمي سولي فيا، أمي سولي فيا، أمي سولي فيا، أمي سولي فيا.
مزيان باش نكير على شوف اش بيتي انا ما تعصب وتقلق بحال هادو انا اللي كنعرف ليهم غير تقلع عليه ونصيف في هاد الحانوت ما تشوف غير لي عصبك اسمح لي اسمح لي الحبيب ديالي كي جاني على الطريبيش وهذا غزال وهذا جراح حبيبه دي خلايا عمل ازويها احتلبان في حلبا ابيض اصير بحالك ابيض يذهب الشيطان سير بيض لي يا اخويا سير حزمني لا حزمني يلا ابيض لله الا ما قولوا لي غير كيفاش جاكم هادشي ديال الحاج خلاص هنيه قلت لها بغيت تخربيك والسلام الواليد الواليد فيق من القلبه علاش حتى سافر الحاج عاد مجيد مشى جايب نصراني ساري في الرياض الله اعلم الله اعلم باش شي تخبى في الشيء وحنا الدراوش نمشيو بين رجلين عندك الحق وليدي شي حنا طلعنا ولا هبطنا برانيين عليه ما عندو علاش يهزنا الهم الحاج قبل ما يسافر وصاني ما نعطيه ولا فرنك واحد لولدو عاد يكلفو يبيع الرياض وهداك الشيء راه غير بالعاني اما اللي فراسو راه فراسو الحاج راه كل شيء تعرفو إلا راس بنادم راه ما عندكش ما تعرف فيه عرفتي جيجي يكون مليح نوضو تناسو يصبح ويفتح سيدي قدامي صباح الله صباح الله خير وليدي من السماء لين الهوى من مفرق العادي يا هوى دخل الهوى خدني على بلادي يا هوى يا هوى اشتي اسدر بيسهل علينا الحمد لله عبد الكريم ربي كبير ورحمته واسعه دائما نقول لك ما سقنطيش وليني يبقى فيها واحد السيد سيد اه شكون هو لو بون وهو مسكين شحال قبل علينا دابا راك لي ريستورون لي كافي عرفتي عبد الكريم ما عمر همتني البلاصه اللي نكون فيها اللي كان كيهمني هو نكون معاك وصافي نجات وقتاش نضربو الكافيت ها من دابا سيمانه ولا السكوت علامة الرضا يا هاشمي انا هاشمي باقي ما دخل الحاج تبعوني يلا سيروا البيت وصل الخير على الحاج رقية مالهم مخلقين داك ما جابهم وضربهم ثاني ايوا هاد المرة انت اللي ضربتيهم الحاج رحمة رحمة مساء الخير يا بنتي مساء الخير الحاج يا شوية عيانة من الحمام إلا احتاجتي شي حاجة أنا في البيت يا فتح يا رزاق بلبل اش وقع في الدار بحالي بحالك ما عارف والو يا ولاي شي القيجة قيجة؟ اه خديمة الله يهديك راني مزروب سبحان الله العظيم
هزيتي ناس وحطيتي ناس بقيت فاهم والو. وفين انت؟ صافي وعاد شحال تيوا طيب جينا هذه بنت هي العفريت سنيانه عليك فين هاد الهضره ياك بعدا هانيه ما تندري لا فيوسف نعم وفين هاد المفاجاه ديالك طيبتينا غير بالموسيقى ما شفنا حتى شي مفاجاه كلشي موجود خاص غير شويه ديال الطياب وانا معاك ولا فوت خالتي ايوا هي دابا فوق راس هي اللي ما تعاودش يلا كاين صاحبي واش كاين صاحبي اللي خالقني غير هو صاحبي نشوف معاه وخذ بيديها الله العظيم بالله الا بغيت اسمع راه يوسف الجوكر هذا وي راني عارفك يا الله يحفظك بسم الله راه موت نو واحد بس واكل ولا هادشي ما كاينش هادي زاني غنضحكهم سطرون سطرون شوف حالك حاج العربي على السلامة قالوا لي بأنك سخصيتي فيا بغيت على هشمين عرف اش وقع كل شي نطيح مني لاي واش غادي نقول لك الحاج ملي انت باغي تبيع الرياض كنتي تقولها لنا ما تخليناش في دار الغفلون دار الغفلون اش تهدري زعندك شمن الرياض علاش كتهضر هذا ولدك راه جاب النصارى وشافوا الرياض وعجبهم ودخلوا القبة ديالك وعجبتهم كذلك دخلوا القبة ديالي؟ ايه وما بقى كلام انا غادي نمشي نشوف هاد خيي بنتي افرح واموت عام في زماني هو ده اللي خاطري ثم بليزير حبيبة دير غير بوجهي حبيبة كدير الخاطر غير انا ولكن تكون اخر طليبة هي هادي وحمري لي وجهي اخواني اخواتي اقدم لكم الراقصة والفنانة لواطف بالله من الشيطان الرجيم لاش هذا بنادم ولا حيوان ولا شي شيء بالله من الشيطان الرجيم لا ولا قوة الا بالله لا حيوان ولا شي بنادم
صافي صافي صاحبي راح نشاري وفي أبي يسمر طاسة. تبتي في داركم؟ أنا في الصباح قلت له ماما عندي امتحانات يعني غنبات عند صاحبتي في دارهم. تبارك الله لك يا حبيبة وشي كتضربي له الحساب صحاب لك أشتكي منه تريريري أبعد عنه تريريري شريفة شونجي مو سيستيتو سي بلي دكتور وي كيف بقى الحمد لله الحمد لله يلفا ميو يلفا ميو يمكن نشوفوه تو فا بيان غادي تشوفوه غدا او بلو تار ابري دومان ان شاء الله بارك الله فيك دكتور ميكون الخير ميرسي ميكون الخير خير كذا دكتور الله يعطيك حبيبه من نهار باش طحتي حسن التليفون ديالو ما وقفش اما البنات كيموتوا بالسم ها كنقول لا لواطيف بحال كنقول شي الشيطان بصح ياسر وتبغي مراتك تكون شطاحه شطاحه اما سميتهاش شطاحه سميتها فنانه كتدخل في الفن والثقافه ومالين الدار شنو ندير معاهم الا لا فكري في راسك شوفي مستقبلك المال كيدير الطريق في البحر ولكن انت ما عارفهمش كي دايرين الا لا غنعرفو بالهديه والشورت الباب الدار صراحة ما خليتيني ما نقول هي مشو سينفوطه الحمد لله على السلامة مجيد على سلامتك با كيبقيتي شوية ولا شوية الحمد لله لا الحمد لله اليوم خير من البارح الله يعجل بالشفاء حاج نعم حاج لا سلامتك الحاج اسمح لي ما جيش البارح والبارح خليت ترتاح شوية الله يزيد فرحتك الله يكون معك مرحبا
لاباس عليك، كي داير مع الصحه؟ الحمد لله وليدي. شنو جابك هنا وليدي؟ راه الوليد ديالي ناعس هنايا، داكشي علاش جيت انا نشوفه. لاباس عليك. الله يوريك باس عم مرحمه. واحد لطيفه لاباس عليها، 17 يوم هذه ما جات للمدرسه، ياك لاباس؟ لاباس عليها وليدي لاباس. الحمد لله، سير شوف الوليد. ما يكون عندها باس مرحمه. سير وليدي. النوع الذي كان منتشرا في روما القديمة، وهي بعوضة تمتص الدماء بوحشية، وفي حمض الإمبراطورية الرومانية. إن بعوضة كهذه يمكنها التسبب. شنو غادي حمزة؟ غادي نلوح الزبد. في هاد الوقيتة؟ آه. وحدي راسك الليل هذا. لا شك في أن انتشار الملاريا كان لديه تأثير كبير. فين كنتي؟ قولي قولي تلقى منك، قولي فين كنتي؟ باغي نجيب العار، ما حشمتي ما سحيتي، من اليوم ما كاينش خروج، غادي نردك بالسلاسل، غادي نقتلك وانت حيا يا بنت. اش درت لك انا؟ اش درت لي؟ الله يهديك الشر ما حشمتيش، غادي نتصادم معاك بشويه. انا شوف لك شي جيران، ما درتي والو، ما درتي والو، غادي نمشي للمدرسه وعرفت كل شيء. لمرض الملاريا الذي وجد في الأرض. لا اشرب. اش واقع؟ صافي تفضحت، ما عرفت عليا كل شيء. شكون اللي قال عليها؟ مشيت سولت في المدرسه، عرفتني ما كنمشيش نقرا. حبيبي راه كل شيء غيتقاد. باش يتقاد خاصك تمشي تخطبني دابا من عند امي. مالكي مزروبة؟ غنخطبك، أعطيني شهر ونضربو لك حرف البيض. ولكن إلا مشيت دابا غتقتلني ما فيهاش. يرحمك، شكون اللي قال غترجعي؟ غتبقي معايا هنا حتى نرجعو بجوج. مساء يوسف. واش حنا كانت في الناس؟ وعطيني شي حاجة مسح بها هاني. شي حاجة مسح بيها عيل. أنا إبراهيم، أش هاد الغوباج هنالك؟ مالي؟ اسمع بجيد، الصحبة صحبة والمعقول معقول. ياك لاباس مجيد، يا تجيب الرسم يا تحت الفلوس ولا ما يعجبك حال. بلاتي بلاتي، شنو زعما ما يعجبني حال؟ المحكمة كتعرفها. بديتي فتخسر الهضرة؟ كتهددني؟ تنحذرك. إلا لقيتها. احنا غنشوفوها. ماشي هادي يا طريوس؟ هي هادي. شكون اختي اللي كتسولي؟ شكون انا؟ مرتو يا اش مرتو؟ انا هي مرتو. هيه مرتو؟ وهذا اللي في كل شيء، شكون اللي صرف عليه؟ حناك. انت مريضة ما عرفتش جاية هاد النهار دابا تبرزطي عليك مخي ولا شنو؟ كيفاش هذا اللي في كرشك؟ يوسف راه راجلي انا.
الطلاق. بغيتيش؟ لا ما باغاش. بغيتيش؟ اه واش من حياه عندك؟ السكره الصغير القمر تيرتي كتسمي هادي حياه تابع ليا السماصريه ومفوق هادشي باغي تبيع الرياض ديال باك مورا ظهرو الرياض اللي تربيتي فيه اللي كبرتي فيه. شنو بابا شنو بابا عمري ما حسيت بوادي حامي فينا انت بنادم دا انت بشر رقم A125895 أشهد على نفسي وأنا بكامل قواي العقلية والنفسية بعد وفاتي أحبس الرياض على ساكنته في سبيل الله. أما المحل التجاري والمقهى والصيعة الموجودة ببوفكران فقد ملكتها لمجيد الذي تبنيته شرعا بعد وفاة والديه إثر حادثة سير. أسلم الحاج. الحمد لله الحمد لله حسن يا حسن حسن اللي كان الحمد لله لي كونستانت كل شيء عنده مزيان كل شيء نورمال الحمد لله إلا بتي بروبليم ديال طنسيون عنده ما بين 10-16. إيوا سي نورمال بور سوناج. شحال شحال عندكم سنة؟ 65 ايوا سي تري نورمال انا جو دون لو ماكسيموم 50 تبارك الله. دومان فو بريباري ان او سي جي داكور والحاج غدا راه ما غاديش يفطر في الصباح غادي يصبر معنا شي شويه باش غادي نديرو ان بيلون و بريباري ان بيلون في التحيلات كلها وان شاء الله غادي يكون كلشي بخير غادي تخرج غدا او بلو تار ابري دومان وغادي تمشي تزيد شي حاجه اخرى الحاج ها ان شاء الله بالشفاء ما يكون الخير ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. فالطوف لاباس عليك بخير ايوا هادشي علاش ما كاين أخينا فين قلبنا عليها ولا ليها شيء أثر عالم الله شنو وقع عليها خايفة غير دير شي حاجة في راسها يا أمي يا أمي برد يا أمي الله يعطيك السر ما بردي دابا إن شاء الله فين عندها فين تمشي فين انا اللي ضيعت بنتي انا اللي خسرت بنتي انا اللي ما كنتش كنسول بنتي عتيقة رمنا كتضيع منا عتيقة ياك يا لطيفة ياك ياك
مازال قلبك ما بغى يرطب ولا يسامح. ياك بكيت حداك حتى عييت وقلت لك راني ندمت. انت اللي فراسك فراسك. تفكر غير وصيت الوالد الله يرحمه وحن عليا غير مره واحده في حياتك. راني ولدك زعما ومحتاج ليك. وطار عمل حاجه اجا ولدي اجا واخا الحاج. هذه الله يرضي عليك الحاج حمد واخا الحاج وما تعطلش عليا واخا الحاج. الا جات على خاطرك واحد نص ساعه ما عندي شي شويه ما كاين باس اولدي اجيب ديال لي الله يرضي عليك. الو الحاج حمد الامانه راه في الطريق طار جاي لعندك الله يجازيك بخير. الله يسامح راني زعما ولدك. كنت ولدي راك تسمع اش كنقول لك. ما بقيش نعاود غير انت راضي عليا. شحال مره قلتيها وعاودتي. هادي مكتوبه الوالد والله العظيم بركه حلف غير ولف. نوض سيدي شوف شغل يلا. محمد صاحب الشفاء والنور الهادي أبو محمد بيت تنشهد من بعض الله أبو محمد كل شفيع يوم المعادي تعال الرحمة يا النبي عظيم الجاه. الله على سيدنا محمد طلع على سيدنا محمد طلع على الاستاذ بلبل الله يبارك فيك يا سيدي. يا الحاج العربي اعطينا شي غنيه واحده تسهل وي لابد لابد غير كبر هذيك المعلومه ياك سير سيدي محمد عبد الوهاب. اي يا وردتي الحب وصافي الله يرحم مولا عزيزي رحمه الله الله يرحمه روح عزيزي كان شاعرا باللغتين. والله خصو يكون كيعرف اللغات. ايوا حل ودنك. هاتي. من الادب الفرنسي. نعم سيدي. Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins. هكداك، اش تيقول الحاج؟ ها؟ تيهضر بالفرنساوية. ايوا. أليزي أليزي. Un riche laboureur sent à sa mort prochaine fit venir ses enfants, leur parla sans témoin. Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l'héritage que nous ont laissé nos parents. Un trésor est caché dedans. عندهم الحق. والله لا عندهم الحق. بولبول. أعطيني شي طريقة ديال جاك بغيل. جاك الخير جاك الخير.
يا الكويني ويا الجفيني حرم عليك خليني في حالي رعيونك وخدودك رعيونك رعيونك وخدودك معدي باني وجرحاني معدي باني وجرحاني جرحاني جرحاني هلو السلام عليكم حسن ايه همزة ايه احنا موجودين ازاي ايه ولك عارفين بليصة المعلومة قبل المغرب الله يرضالك شدوا العشوي زمان وعلى هذا السلام عليكم معطي ايش دهر لك سمشي معي النزاع لا ما يمكنني شيء اش ما يمكن لك شيء ولهاش مين نقوله مقابل القهوة انت شنو عندك عندي شي خديمه في الرباط وكتعرف الطرف ديال الخبز وكتعرف الفنان الخبز ايوا عرفتي شات بعدا باش تركب لا لا الحاج لا لا الله يخليك لا انا هادشي عندي كيف يلا عمل لا فهمت ايه ايه باش تركب هو واخا نشكر الله يبارك الحاج العربي لاباس عليك لاباس عليك بخير كيداير الاحوال الحمد لله ايوا دابا جبت لكم همزه معتبره ما غاديش تنساها في حياتك وبالنسبه ليا راه مسار حياتي هذه واحد الروميه لاباس عليها بوكو فلوس ما غير شري الرياض ديالك علاش قلتي اسيدي الرياض ديالي ماشي للبيع سمعتي واش ما بقى لكم فاش التجربه دابا دخلتي والهويه ديالنا والثقافه ديالنا والحضاره ديالنا سالت لكم التجاره ودرتي ولا هادشي شوف السيد العربي شوف الله يجازيك بخير غادي نصيفط لك السيده انت ما تخسر والو ها وطلب الثمن اللي عجبك صافي واخا غادي تقول لها تجي شي بس ما كان انا غني نرويها الرياض ويح الله انا غادي نصيفطها لك مع بابيون الا بابيون ما نبغيش نشوف وجهه شوف الله يخليك باش ما ننساش هذاك الرياض بعدا راه طايح اسيدي طيح عليا ولا نبيعو صافي رحمه هذيك البنت عندك راضيها غير عيني ديما كنقول لك مشي نزوروها سيدي بولهدوب وما كاين لا سيدي بولهدوب ولا سيدي زكري بنتي مريضه متبعه للطبيب وعندها ازمه مصدومه اش من مصدومه الله يجيبك على خير جيبيها ليا لي في الخميس ندير لها شي تجعجيعه ديال الجوي شوش تبرر ما تبرعش عرقيه شنو على راسك وينتي مراك ما تحمري المراه على الخراي في البيت ويلي الخراي في البيت دابا يسمعوك راه دقتهم صعيبه وي تسليم 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 اخوتي تسليم وانا صايره مولاي ابراهيم الله الله على صحتي وعلى عينيا الله الله على راجلي عزيز عليا الله الله يا لاله سريه العسل والله الله على النفس بعات ويشال Bon, voilà le riad. Il a plus de 3 siècles. Et je m'occupe moi-même de l'entretien parce que je l'aime beaucoup. Mm-hmm. Vous voyez, il y a plusieurs suites, plusieurs chambres. C'est immense. C'est un beau riad. Chral. Chral. Ah, vous voulez savoir le prix? Bien sûr, le prix. Bon, j'ai une condition, c'est que j'ai un tableau à vendre avec. Un tableau? Matisse, Delacroix? Non, 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 pas du tout. C'est de quelqu'un de plus fort. Un artiste marocain connu? Non, non. Vous voulez voir? Bien sûr, on le voit. Allons-y, on va le voir.
هلين غادي نصوب اتاي. بونجور. بونجور. وعلاش كتكلم فرنساويه؟ ويلي هذا عرفتوها شحال هذو ناس عارف هاد القضيه الله يهنيكم. اش كاين؟ اش كاين؟ اش كاين؟ عم الله اش كاين؟ فوالا مون تابلو. Il n'a pas de prix. C'est vrai.